في حزب الاستقلال احنا بدينا الاشتغال في المجال الرقمي منذ انتخاب القيادة الجديدة في المؤتمر 17 للحزب. وحزب الاستقلال يشتغل بعمل دؤوب في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك باش نوصلوا الخطاب ديالنا ديال الحزب بطريقة مبسطة وسهلة للمواطنين والمواطنات. واليوم في ظل هذه الجائحة وظل هذه جائحة كورونا وهذه الظروف الاستثنائية اللي خلقتها الحملة الانتخابية ما كانش غدار بالظروف العادية اللي ممكن تدار. واليوم كتفنا المجهودات ديالنا في الجانب الرقمي والحمد لله كاين واحد التفاعل كبير من طرف المواطنات والمواطنين مع خطاب حزب الاستقلال وكذلك مع البرامج اللي تقدم حزب الاستقلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك الكبسولات اللي تشرح فيها حزب الاستقلال الرؤية ديالو والتصور ديالو نحو المستقبل. والحمد لله حزب الاستقلال اليوم قدم واحد العدد ديال المقترحات مهمة بالنسبة للمواطنين واللي لقات تفاعل واستحسان واستحسان كبير من طرف المواطنين وخاصة فئة الشباب اللي في الحقيقة لقينا واحد التفاعل كبير منها في التعليقات وكذلك في الآراء ديالهم اللي احنا خدناها بعين الاعتبار وكذلك احنا تنشتغلوا عليها من خلال عدد ديال المنشورات اللي تنشروا. واليوم حزب الاستقلال تعتبر من بين الأحزاب السياسية اللي أكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي والناس يقلبوا على حزب الاستقلال والمرشحين لحزب الاستقلال والبرنامج ديال حزب الاستقلال باش يعرفوا هذا أهم النقاط التي تتكلم عليها وأهم النقاط التي تشتغل عليها بناء على واحد العدد من المحتويات الرقمية تنوصلها للمواطنين. اليوم خطابنا واضح خطابنا بالنسبة للمواطنين تنظن بأنه وصلنا اللي علينا وكذلك مازال حنا خدامين تنشتغلوا باش نكونوا أقرب من المواطنين تنسمعوا للمشاكل ديالهم وفي نفس الوقت تنصرفوها العدد من الحلول والبدائل اللي تنخرجوها بناء على عن طريق كبسولات عن طريق منشورات عن طريق واحد العدد ديال لي فيديو تقدرون ناخذوهم من عند المواطنين واحد لي فيديو من عند المرشحين ديالنا ومن عند المناضلين ديالنا اللي تنصرحوا فيهم شنو اهم النقاط اللي حزب الاستقلال اليوم تجا باش يدافع عليهم وجا باش يتكلم عليهم باش تكون القطيعه والتغيير. جاء الوقت باش نردوا الثقه والامان للمغرب. جاء الوقت باش يكون المواطن كما ديالو ويختار الانصاف الان صوتوا على الميزان.